بيم أرابيا. بيم أرابيا مركز بحث علمي ودار نشر متخصص بنشر تكنولوجيا البيم في جميع الدول العربية من خلال فريق عمل تطوعي بإدارة عمر سليم مدير عام مركز بيم أرابيا، دكتورة مهندسة سونيا أحمد المدير التنفيذي، مهندس أشرف الهنداوي مدير قسم النشر، مهندس علاء قاضي مدير العلاقات العامة والتسويق في مركز بيم أرابيا. يتشرف الفريق الإداري وفريق تحرير مجلة بيم أرابيا باللغة العربية بتقديم العدد 31 الصادر في شهر أيلول من عام 2018. أنا إيمان أحمد أقرأ لكم بعضا مما جاء في هذا العدد. ملاعب كأس العالم لعام 2018 في روسيا. البيم نحو تصميم معماري أفضل. إدارة المشاريع الإنشائية وعلاقتها بنمذجة معلومات البناء. بداية، من أهم مزايا البيم والتي نادرا ما يتكلم عنها أحد هو مشاركة المعلومات بين جميع أطراف المشروع وعدم ملكيتها لطرف واحد يمنعها عن الآخرين، على خلاف الطرق التقليدية حيث يرسل كل طرف المعلومة إلى بعض الأقسام أو بعض الشركات التي تعمل في المشروع دون غيرها. وإن فكرة البيم ومشاركة الموديل تجعل من السهل على كل طرف الوصول للمعلومة التي يريدها وبسهولة، ويتشاركها أيضا مع الآخرين في نفس الوقت ومن أماكن متعددة. سنتحدث الآن قليلا عن ملاعب كأس العالم لعام 2018 في روسيا، حيث يعتبر كأس العالم واحدا من الأحداث العالمية القليلة القادرة على كسر حواجز اللغة والجنسيات والحدود المادية والثقافية. وكانت سلطات الدولة الروسية على دارية بفوائد نموذج بيم، فاتخذت وزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية قرار استخدام برمجيات النمذجة في أي من مشاريعها المستقبلية لعام 2014، ولكن لسوء الحظ دخل اقتصاد روسيا في وضع الأزمة، مما أدى إلى تحويل تركيز الحكومة نحو القطاعات الأخرى ذات الأولوية. ومن العوائق التي تحول دون سرعة اعتماد بيم في روسيا، أولاً عدم وجود القوى العاملة الماهرة الحالية، ثانياً الآثار المترتبة على التكاليف، ثالثاً المعايير الغربية التي لها الأولوية، رابعاً البيم تكيف بشكل ضعيف مع قوانين البناء الروسية، خامساً لا تقدم الجامعات الروسية دورات لنماذج معلومات البناء، سادساً عدم وجود تنظيم موحد، سابعاً وأخيراً عدم رغبة شركات الإدارة في تنفيذ بيم وارتفاع تكاليف إعادة تدريب الموظفين الحاليين وعدم استعدادهم للتبديل من كاد إلى بيم هي الأكثر تهليلاً. ومع ذلك بالتأكيد سيكون هناك فوائد لمستخدمي بيم في روسيا حالما يتم حل المشاكل، حيث يمكن بيم المهندسين المعماريين والمصممين في إنشاء وتصميم وفهم العمل ومعرفة كيف سيبدو المبنى قبل أن يتم بناؤه، وبالتالي يساعدهم على تقليل أي نفايات ممكنة وسوف يقلل من الأخطاء. ومع تقنية بيم لا يحتاج الموظفون إلى أن يكونوا في موقع البناء أو حيث يتم تنفيذ التصميم. وهنا بعض الأمثلة لاستخدام البيم بهدف تحسين واقع ملاعب كرة القدم في روسيا: ملعب زينيت أرينا، ملعب كازان أرينا، ملعب فيشت الأولمبي، كوسموس أرينا وهي المدينة سمارة الصناعية القريبة من نهر الجولف، الملعب المركزي ستاديوم سنترال. والآن سأنتقل معكم لنعرف ما هو باس 91. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد جهات التعاقد التي تصدر استبيانات موحدة للتأهيل المسبق BQQS في محاولة لتبسيط عملية تقديم العطاءات. ومع ذلك يمكن القول إن قطاع الإنشاءات في المملكة المتحدة كان قبل المنحنى عندما قدم في عام 2010 المواصفات العامة المتحدة أو المعروفة باسم باس 91. باس 91 هو استبيان موحد ينسق الأسئلة المختلفة المستخدمة من قبل المشترين لتقييم مدى ملائمة المريدين لكل شيء من البناءات الجديدة والترميم والإصلاح والصيانة إلى الهدم والتحويلات. وفي نهاية المطاف يجب أن نشجع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدامه، حتى إن لم تكن على دارية بباس 91 فقد تكون قد أكملت بالفعل PQQ الذي كنت مستند إليه. كما يتم استخدام باس 91 من خلال خدمات إدارة سلسلة التوريد وخدمات التوريد مثل Construction Line، والتي تقوم بتجميع وتقييم ومراقبة معلومات الشركة القياسية من خلال مجموعة أسئلة تتماشى مع المعيار.
ويتم تنظيم أسئلة باس 91 في 3 أجزاء، أسئلة إلزامية يجب أن يطرحها المشتري باستخدام نفس الصيغة والترتيب للمطالبة بالامتثال. أسئلة اختيارية تتناول قضايا مثل سياساتك بشأن تكافؤ الفرص والتنوع وإدارة البيئة والجودة. وأخيراً، هناك إطار لطلب مجموعة من الأسئلة الإضافية الخاصة بالمشروع لإنشاء قدرة مهنية أو فنية. وتم تطوير باس 91 من قبل معهد المعايير البريطانية PSI وتعيين مجموعة الأسئلة من قبل الحكومة، وهو معيار موحد شائع للحد الأدنى لمشتريات البناء. وتم أيضا إدخال تحديثات على نظام باس 91 في عام 2013 من خلال التشاور مع الهيئات المهنية والرابطات التجارية مثل الاتحاد الوطني للبنوك NFB وجمعية المقاولين الكهربائيين ECA. وسنتحدث قليلا عن إدارة المشاريع الإنشائية وعلاقتها بنمذجة معلومات البناء BIM. يناقش هذا المقال كيفية الاستفادة من نمذجة معلومات البناء بإدارة المشروع الإنشائي بطريقة فعالة. فإدارة المشروع الإنشائي عبارة عن مجموعة عمليات تخطيط وتنسيق من مرحلة البدء بفكرة المشروع إلى مرحلة إنهاء المشروع، محققة المؤشرات ضمن زمن محدد وفي حدود ميزانية وجودة مناسبة. ولا يمكن تحقيق هذه الإدارة رفيعة المستوى إلا من خلال امتلاك معلومات كاملة حول المشروع وتبادلها بين كافة الأطراف خلال كامل دورة حياته. وهذا ما تؤمنه تقنية البيم من خلال مفهوم قابلية التشغيل البيني Interoperability، ناهيك عن توافر المعلومات للمبنى لمرحلة التشغيل، مما يمكننا من إدارة المرافق Facility Management. وتشير أغلب النتائج إلى وجود تأثير إيجابي واضح خلال عملية التصميم والتنفيذ بتقنية البيم بنسبة تتراوح بين 75% ل 240% عن التقنيات القديمة. كما وجدت إحدى الدراسات أن 75% التي اعتمدت تقنية البيم قد حققت عوائد ربحية على استثمارها مع دورات عمرية قصيرة للمشروع. ولكن من جانب آخر، فإن ما يخيف أصحاب المصلحة العامة ويعيق انتقالهم إلى تقنية البيم هو قلة الخبرة وعدم توافر الأموال لاستثمارها في تطبيق تكنولوجيا البيم الحديثة. ولكن يجد الكاتب أنه في المستقبل القريب ستضمئن هذه المخاوف ويتبين للمستثمرين أن أنظمة الكاد لم تعد تجدي نفعا في المشاريع الكبيرة، وهي أشبه بعمل طواحين الهواء. لنتابع الآن مع سلسلة مقالات مع البيم أو ضده. ما الذي يعزز عمل البيم وما هي العوائق دون الوصول إلى الهدف المنتظر منه؟ BIM مع GIS، حيث أن BIM هو نمذجة معلومات البناء وGIS نظام المعلومات الجغرافية. هما تقنيتان لهما أهميتهما، ويمكن أن يؤدي تكاملهما إلى تحقيق نتائج مثالية في البناء الرقمي، حيث يعتقد الآن العديد من خبراء الصناعة الهندسية أن تكامل BIM مع GIS سيحقق نتائج عالية الإنتاجية في البناء الرقمي. ويتيح نهج GIS على الويب تحقيق مستوى أعلى من التكامل، حيث يمكن تجميع المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر وبسهولة. ويوفر هذا النوع من التكامل طريقة مثالية للاستفادة من بيانات BIM وتجميعها مع أنظمة الأعمال الأخرى مثل إدارة الأصول أو إدارة المساحة في المشروعات. ويساعد التكامل مع BIM على تلبية الاحتياجات الأساسية لأصحاب المصلحة في مشاريع البناء بشكل أكبر، شاملة لإدارة دورة الحياة الكاملة للمشاريع، مما يسهل صيانة المواقع على المدى الطويل واتخاذ أفضل القرارات الممكنة وبأقل تكلفة. وصلنا الآن إلى دمج الهندسة الجيوتكنيكية في منصة BIM، حيث أن عمليات الاستحواذ التي تتضمن برامج بنتلي الرائدة في تقديم التقارير حول طبقات الحفر وإدارة البيانات يعمل على جعل بنتلي مصدراً كاملاً للمهندسين الجيوتكنيكيين الرقميين. وأخيراً، يمكن توسيع نطاق تقدم BIM إلى الهندسة التحتية الأساسية لكل مشروع بنية تحتية. وتبدأ المشاريع بالضرورة بالمساحات الجيولوجية التقنية وأخذ العينات التي يتم التقاطها باستخدام أداة TNIG للوثائق والتقارير متعددة الاستخدامات. ثم يقوم المحترفون بإجراء دراسات هندسية متعلقة بخصائص التربة وسلوكها وتدفق المياه الجوفية فيها باستخدام تطبيقات SVOffice من Soil Vision والتي تكملها عروض بلكسز. ثم يتم تحليل تفاعل بنية التربة
من خلال تصميم بلكسس وبرامج المحاكاة والهندسة 2D بلكسس 3D بلكسس. في الوقت الذي تتقارب فيه معظم فروع هندسة البنية التحتية حول نماذج ثلاثية الأبعاد، يبدو أن التطبيقات الجيوتكنيكية اتبعت مسار تطوير أقل تركيزا بيانيا، وهكذا ظلت مسؤولة عن سير العمل الرقمي حتى جاء الوقت الذي ساهمت فيه بلكسس وسوليفيجن في جي اي ان تي في دمج الابتكارات ثلاثية الأبعاد. وبهذا ستشمل بيئة النموذج الشاملة لمنصة بيم وأخيرا الهندسة الجيوتكنيكية في سير العمل الرقمي لكل مشروع بنية تحتية. البيم نحو تصميم معماري أفضل. فوائد البيم للمعماري: أولا، عملية تصميم أكثر مرونة، حيث أن الانتقال من التصميم النظري من خلال التوثيق باستخدام أدوات قابلة للتشغيل المتبادل تحافظ على سلامة النموذج في كل مرحلة. ثانيا، أدوات التصوير والتحليل المتكاملة، إنشاء تصورات شاملة الواقع الافتراضي VR مباشرة من النموذج الخاص بك. ثالثا، توسيع مهام بيم مع التصميم الحسابي، بناء الهندسة واستكشاف خيارات التصميم. رابعا، التعاون متعدد التخصصات، حيث أن العمل بشكل أكثر فاعلية مع فريق المشروع الموسع باستخدام أدوات التعاون القائمة على السحابة التي تدعم التأليف المتزامن مع بيم، بغض النظر عن الموقع، حيث أن التصميم المعماري لا يتغير في مراحل متقدمة من المشروع، بل يتم التعديل عليه بالتوافق مع جميع التخصصات منذ بداية التصميم المبدئي حتى الوصول إلى مرحلة ما قبل التنفيذ. أفضل أدوات التصميم المعماري باستخدام برامج البيم: هناك العديد من الشركات التي أطلقت برامج تعمل باستخدام تقنية البيم، وعلى سبيل المثال برامج شركة أوتوديسك وبرامج شركة سوفتجراف. تأثير البيم على عمليات التصميم لدى كبار المعماريين: سهلت تكنولوجيا البيم عملية تمثيل التصميم والرسم المعماري والتي كان يتم القيام بها حتى قبل وجود هذه الوسائل، لكن بالطرق اليدوية. لكن التأثير الكبير لهذه التكنولوجيا كان على عملية التصميم نفسها، فإن معظم المعماريين يستخدمون هذه الأيام برامج لتطوير الأفكار وليس فقط رسمها أو التعبير عنها. وسهلت تقنية البيم عملية التصميم المعماري من نواحي عدة، كالدقة وسهولة الإخراج والسرعة والمجهود الأقل عن الطرق التقليدية، كما وجعلت جميع التخصصات تعمل جنبا إلى جنب مع المهندس المعماري نحو تصميم أفضل ومجهود وخسائر مادية ومعنوية أقل، كما ساعدت في الحصر الدقيق والداعم مع كل تغيير في النموذج مما قلل أخطاء التصميم. إطار باس 1192 يحدد هذا الإطار متطلبات مستوى تفاصيل النموذج المحتوى الرسومي ومعلومات النموذج المحتوى غير الرسومي مثل بيانات المواصفات، تعريف النموذج وتبادل المعلومات النموذجية، وتحدد سلسلة وثائق باس متطلبات تحقيق مستوى ثاني من البيم من خلال إنشاء إطار لمتطلبات العمل وتبادل المعلومات. تدريس البيم في الجامعات: من الواضح أن امتلاك مهارات بيم سيوفر لطلاب هندسة البناء عنصرا إيجابيا عندما يدخلون في صناعة البناء والتشييد في المستقبل، ولذلك فإن اعتماد منهج البيم لمناهج البناء أمر ضروري ومفيد. اليوم ينظر إلى بيم فقط كبرمجيات بشكل أساسي بسبب الحملات الإعلانية لشركات البرمجيات، ومع ذلك يجب أن ينظر إلى بيم ليس فقط كبرمجيات ولكن كعملية متكاملة. ولوضع منهج بيم سليم يجب دراسة فكرة البيم ودراسة أدوات تحقيق نجاحه، ويمكن دمج البيم داخل الدورات الهندسية الأخرى بحيث يعتمد عليه في التطبيق العملي ضمن منهج هندسة البناء الحالي. ويجب تعلم بيم أثناء تعلم الطلاب لمنهج البناء النموذجي، مع التركيز على مهارة جدولة المشروعات ومراقبة المشروع وتخطيط وإدارة المجال. سنتحدث الآن عن مثلث التعلم للدكتور بلال سكر. بيم المتعلمين: إن متعلمي البيم هم كل الأفراد الذين يتابعون المعرفة أو المهارات أو الخبرة في تقنيات بيم أو سير العمل. معلمي بيم مثل بيم أرابيا. مقدمو تعليم بيم هم كيانات تجارية وغير تجارية تقدم تعليما رسميا أو غير رسمي لنموذج بيم أو التدريب أو التطوير المهني. طيف التعلم بيم: يشمل جميع موضوعات بيم التي يمكن تعلمها أو تدريسها من قبل مزودي التعلم في بيم، ويمثل طيف التعلم كل من المعلومات المنظمة وغير المنظمة، بما في ذلك بنود كفاءة بيم المحددة والمصنفة والمجمعة.
منهجية التطبيق، تحديد الأساليب المطلوبة من تدريس البيم وتحديد الأولويات، تحديد أساليب التقييم لتعلم الطلاب وفعالية التدريس، شرح أساسيات البيم ومصطلحاته والفرق بينه وبين الكاد، اختيار الدورات التي يمكن دمج البيم بها مثل إدارة المشاريع والاستدامة. منهج مقترح من المتوقع أن يمر كل طالب جامعي نموذجي من خلال 4 مراحل من تعليم البيم. أول مرحلة، مرحلة التوضيح، المعرفة، الفهم، الاستلام، الاستجابة. في السنة الأولى ينصب تركيز الطالب على المبادئ والمفاهيم الأساسية في بيم. ثانيا، مرحلة العمل، الفهم، التطبيق، الاستجابة والتقييم. السنة الثانية مكرسة لبروتوكولات ومعايير البيم. ثالثا، مرحلة التطبيق، التطبيق، التحليل والتقييم، التنظيم. في السنة الثالثة عندما يكون الطلاب في مكان صناعي حيث يتوقع منهم تقدير احتياجات الصناعة والاستفادة من بيم. رابعا وأخيرا، مرحلة التعاون، التقييم والتوصيف، وهي السنة النهائية بتطبيق بيم على مجال تخصصه بما في ذلك أطروحته ومشاريع التصميم النهائية. اختيار أساليب دروس مختلفة، عمل ورش مشاريع لتطبيق البيم مكونة من أقسام مختلفة، معماري وإنشائي وإلكتروميكانيك، وسيكون التوجيه الأساسي المهيمن للمشروع هو تنسيق بيم والتعاون. إعداد إطار للدورة التدريبية يدمج مفاهيم البيم ويحدد التغييرات التي يجب إدخالها على الدورات التدريبية الحالية. في المشروع النهائي يجب على الطلاب تقديم جميع الوثائق المعمارية الأساسية المطلوبة والقطاعات والرسومات التفصيلية بطريقة منظمة على الكمبيوتر وعلى ورقة واحدة من ورق تنسيق A0 or A1. من النقاط التي لاحظتها أثناء الدراسة أن الأمر لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، البرامج جزء من التكنولوجيا، ولكن بالأشخاص والعمليات وتقبل التغيير التنظيمي. والمفتاح لأي برنامج تغيير ناجح هو متابعة التغيير والدعم المناسب له أثناء عملية التغيير. ولقد قاوم الكثير من الأكاديميين تعليم الكاد بالجامعة قائلين: لن نعلم الطلبة كيف يضغطون على أزرار الحاسوب. وهنا بعض الأمثلة لتدريس البيم في الجامعات. اسم الجامعة ويستمنستر، عنوان البرنامج Building Information Management، مدة الدراسة 1 عام، دوام كامل أو 2، مكان الدراسة الحرم الجامعي فقط. وليفربول إن لندن، عنوان البرنامج Building Information Modeling، مدة الدراسة 1 عام، دوام كامل، والمكان الحرم الجامعي فقط. وسنختتم سوية مع هذه الاستنتاجات: إن تطوير محتوى دورة بيم جيد التنظيم ومتوازن بشكل جيد يعد أمرا حاسما في الإعداد الجيد للمختصين المستقبليين للبيئة الهندسية المعاصرة الجديدة، ويجب أن يكون محتوى الدورة المثالية كافيا للفهم العام حول أساسيات محتوى بيم والعمل الجماعي لكافة التخصصات. كنت معكم إيمان أحمد، شكرا لكم لحسن الاستماع.